من في البشر العلماء الحكماء الفهماء الدارسين قدر يعمل حاجة من السماء حتة صغيرة كده؟ ده يوم ما بيعملوا قمر صناعي يقول لك يا ما هنا ما هناك، عشان يطلعوا القمر ده يطلع يبعتوه عشان يعمل إرسال، يعمل استكشافات، الصاروخ والتلسكوبات اللي بيبعتوها للفضاء عشان بس يكتشفوا اللي معمول قبل ما احنا نبقى موجودين. مدام في حاجة معمولة قبل ما احنا نبقى موجودين يبقى في حد عمل حاجة، والحد ده أعظم مننا كلنا لأنه عمل حاجة احنا ما داش نعملها. لا يستطيع عالم مهما أوتي من العلم والقوة والتكنولوجيا والمعامل أنه يخلق خلية واحدة حية، لا يمكن. ممكن يركبوا خلية كيمياء لكن مش حية. الحياة سر العلماء نفسهم مش عارفين. لو سألت أحد من العلماء ما هي الروح يقول لك دي خرافات. طب كيف تفسر الحياة والموت؟ يقول لك ده شيء غامض لسه العلم ما وصلوش. طب هتوصلوا له امتى؟ قدامك مليون سنة. اوكي، يعني معناها احنا هنوصل لحاجة بعد مليون سنة في واحد عملها من قبلنا، يبقى الواحد ده اشطر مننا. لازم تعترفوا بكده، اللي عمل حاجة واحنا لسه مش عارفين نكتشفها يبقى هو جبار. بلاش كبرياء، العلماء عندهم كبرياء، يحسوا ما فيش إله. طب انتوا بتتعبوا وتدرسوا الحاجة اللي اتعملت قبل ما انتوا تتولدوا، مش انت كشخص، ده البشرية كلها. قبل ان توجد البشرية يوجد خليقة لابد ان في حد عاملها. دايما بقول هذا المثل للشباب، لو انا ماشي في الصحراء، عندنا حوالين دير البراموس كان زمان قبل العمار ده، وتمشي في الصحراء تتوه من غرب الدير، يعني شرق الدير يودي على الديار الثانيه، لكن غرب الدير ده يمكن لغايه ليبيا. فانا لو اتمشيت في الصحراء، ركزوا معايا في المثل ده، لم اجد اي اثر لاي حد كان موجود قبل كده، يبقى في احتمالين، ان محدش جه خالص الحته دي، او حد جه عدى وما عملش حاجه زي ما انا عديت، ولا بنيت ولا عمرت ولا زرعت. لو بقى العكس، عديت في صحراء لقيت اطلال بتاعت مبنى قديم، والمبنى متعامل بهندسه مظبوطه، يعني مثلا مستطيل ومتقسم اوض وفي دوره ميه وفي اوضه كده للصلاه وفي كده منجليه. لا، احتمالين ولا احتمال؟ احتمال واحد هو ايه؟ لازم حد كان هنا. فاذا وجدت الخليقه لازم حد عمل حاجه. واخدين بالكم؟ لو انا معدي في الصحراء وفي اطلال يبقى اكيد كان حد عايش هنا سايب اثر له. الله لم يترك نفسه بلا شاهد، السماوات نفسها تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. ويقول معلمنا بولس في مطلع رسالة روميا، أموره غير المنظورة، اللي هي إيه؟ القدرته السرمدية ولاهوته، دي أمور غير منظورة، ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات. يعني أنت تستطيع أن تستنتج أن الكنيسة دي بناها فنان جميل وعنده فكرة وعنده رؤية، حتى لو متعرفوش هو مين. نتعرف على الفنان من إنتاجه، فإنتاج الله بيظهره إله مجيد ومنظم وجميل ومهدف. في الشيء في الوجود الله عمله بلا هدف أو بلا سبب.